اللي خلاها تيجي تعمل البوليكه دي كلها بقى هنا؟ ده ولا كان جوزها هو اللي مرمي في المستشفى قبل ما اشوف ام الجوز مرميين في مشروع. حاضر يا كريم، ايه بقى اللي بينك وبينها عشان تعمل ده كله؟ شفتش عملت ايه؟ شفت شفت انا لا شفت ولا حسيت يا كوريا، ده انا كنت هضيع ورب العرش نجاني يا كوريا. انا في ايه ولا في ايه؟ ماشي يا هيم، بكره نقعد على الحيطه. يا بت يا هبله، ده شغل حريم، دي بتعمل كده عشان قرشه ملحتي، شايفاكي بتحبيني واقع عليا، وانا بصراحه واد جامد ما تسابش يعني لقطه. حاضر يا هيم، هتقرطص لك. حاضر، هتقرطص بس بمزاجي، هتقرطص بس مفتحالك. وخلي بالك انا كوريا، كوريا اللي ضيعت سنه من عمرها في السجن عشان ما تقبلتش بس حد يجي على حقها وحق زملاتها في المصنع. يعني الواقعه بموتها يا هيما، بموتها يا كبدك. الف شكر يا باشا، مع الف سلامه. اخيرا اذن النيابه طلع بمراقبه التليفونات. ها وانتوا ايه الجديد؟ مفيش جديد يا باشا. يعني ايه يا اخويا مفيش جديد؟ يا باشا زي ما بنقول لحضرتك، تحركات كل واحد فيهم مكتوبه عند حضرتك في التقرير. ابو طالب بيروح يشرب ويروح شقه مشبوه يا باشا. وانا مالي بيه؟ انا عاوز بنته. اتفضلوا كملوا شغلكم، واي واحد من الناس دي بيتنفس نفس عايز ابقى على علم بيه قبل ما يتنفس النفس اللي بعده. يلا يا سندس. اموت انا واعيد السنه. فايبريشن عليا، طلع فايبريشن. مزه مزه. يلا يا سندس. شفتي يا اخت البيت ماشيه ولابسه وبتترقد زي بتوع السيما بالظبط. عشنا وشفنا فيكي يا بطن البقره. اقطع دراعي من هنا، ان ما كان ورا البت دي ان بس انا بقى مسيري اعرفها. ايه دول يا نادر؟ موبايلات. لا يا شيخ بجد والله، عم بيومين يعني. دينا اسمعيني كويس، من ساعتين بالظبط كل الناس القريبين من هايدي تليفوناتهم بقت متراقبه. لا طب وانت عرفت ازاي؟ مش مهم ازاي، المهم انت تعرفي وتاخدي بالك وتفهمي كويس جدا ان كل مكالماتك متراقبه، وبالتالي مفيش ولا حرف يتقال بخصوص هايدي على التليفون. فهمتي؟ طيب انا هعمل ايه بدول يعني؟ واحد من دول هيبقى معاكي، والتاني هيبقى معايا، والتالت هتوديه لهايدي، وبنفس الطريقه اللي رحت لها بيها المره اللي فاتت، هتخرجي بالنقاب من اي حته وتروحي لها وتدي لها تليفون، وتفهميها كويس جدا انها ما تتصلش باي مخلوق في مصر غير من التليفون ده، وما تتصلش باي حد غيري انا او انتي فقط. نادر يعني كل التليفونات متراقبه؟ يعني كلها يعني انا كمان متراقبه؟ ايوه دينا، بقول لك كل مكالماتك متراقبه. لو بتخوني محمد جوزك ولا حاجه على التليفون تخلي دينا. دينا فاكره المحل؟ أيوة اللي كنا. ازيك يا حمد؟ ازيك يا دكتور نادر؟ عامل ايه؟ الحمد لله. نادر كان جاي بس يكلمني كده في كذا موضوع مش اكتر. اصل في شويه تطورات في القضيه بتاعت هايدي وكان لازم اقول لدينا عليها. وانا كل يوم اجي البيت الاقي راجل بيساب الست هايدي؟ انا مش عايز اسمع سين على الموضوع ده. انا اسفه جدا يا نادر، بجد انا اسفه. لا 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 خالص، انا اللي اسف لو عملت لك ازعاج. ما شفتيش خالتي والنبي؟ خالتك خرجت من شويه مع اللي اسمها جمالات قريبتك دي. خرجت؟ اه. خرجوا راحوا فين؟ دي واحده ما تفهمش حاجه والتاني ما تعرفش حاجه في المنطقه، ما تتخيرش عنها، يكون راحوا فين يعني؟ واحنا مش عرفنا يا اختي، هنمشي وراهم يعني نحرسهم؟ وانت مالك انت بتنحشري ليه؟ انا بتكلم مع ابو سوكه دلوقتي. ايوه هي بتكلمني، ما اعرفش يا كوريا راحوا فين، بس انا شايفاها دلوقتي خارجه مع جمالات دهيت وجمالات وجوزها كدهوت، لا رامت لا سلام ولا كلام والله. عسل عسل. على فكرة اللي انتوا بتعملوه ده عيب، ودي مش اخلاق اولاد الحارة المصرية الجدعان. يلا يقعد يا ابني المفتوح، منك ليه من هنا؟ مش معقول يا كوريا. انتي انا مش هعملها معاكي دلوقتي قدام اهل الحارة، لينا بيت يلمنا. على فكرة انا ما عملتش حاجة غلط، سندس كان نفسها في حلاوة ونزلت اشتريها. طب اتفضل يا اختي اتفضل. امنت بره؟ مفيش حد بره خالص. طب يلا بينا. يا عمي ايه اللي احنا بنعمله ده؟ صح. لا طبعا. يلا يا سوك. هو راح لوحده ولا ايه؟ ولا يلا يلا. بالراحه يا سوك. ما بعرفش اسوق. ليه وانت سايق لا ده؟ يلا يا سوك. لا مؤاخذة حاج نامل، كان مفيش حاجه. يلا يلا. يلا سوكا. على فكرة انا ما كنتش نازلة اتفسح في الحارة ولا اعمل شوبينج، انا نزلت عشان سندس كانت عايزاني انزلها. عشان مين يا اختي؟ سندس؟ وانت مالك ومال سندس؟ سندس دي خالتي انا حبيبتي، لا تخصك ولا ليكي فيه. وخالتي انا كمان قدام الناس، وبعدين انا حرة اعمل اللي انا عايزاه، مش هاخد رأيك قبل كل حركة انا هعملها. اهو لا يا حبيبتي، انا هنا ما عنديش حر. حرة دي هناك عندكم في الكمباوند، لكن عندي انا هنا انا حره، يعني انا لا مؤاخذه. اه فاهمه يعني ايه؟
وما شفتيش نفسك كنت ماشيه في الشارع كنت لامه علينا الناس ولا ما يسواش ازاي؟ بصي لنفسك يا اختي، ضربه لي استريشت وبلوزه بامبا، يقول عليها مسكنه مين عندي دلوقتي؟ اولا انا كنت لابسه عبايه فوق لبسي ده، ثانيا ما اسمحلكيش خالص انك تكلميني بالطريقه دي، وبعدين انت تقولي ان واحده زي تتنازل وتقعد معاكي في العفانه اللي انت عايشه فيها دي؟ بس بقى وهي بس وحيات سعد ان مسكته لو ما نصل عليك وشبشب. استني انت خالتي دلوقتي والنبي. لا نغه تسمحيلي، هتسمحيلي غصب عنك، هتسمحيلي ورجلك فوق رقبتك. انا طول عمري سمعتي موس كده اهو، لحد قال علي ولا عاد علي واللي يفتح بقه علي احشوله بشبشب. مستحيل مستحيل السوقيه والقرف اللي عمالين نقطه منك. ايه احشيهوله وشبشبي؟ ايه الالفاظ البيئه دي؟ بصي هقولك على حاجة، أنا مستحيل أتكلم مع واحدة فالجر بالمنظر ده، وبعدين الخرابة اللي انتي فرحانة بيها دي أنا قاعدة فيها بفلوسي، وبعدين مش عايزة حوار معاكي. تعالي هنا، فلوسك يا أمو فلوس، انتي زهقتيني بفلوسك يا أختي اللي كل شوية فلوسي فلوسي فلوسي. مش شكلين يا ست البنك المركزي، مش عايزين منك حاجة، اللي يشيل ويحط عليك يا بعيد، ده انتي داخلة عليا بالمرض والخراب. بقولك يا بت، انتي مين اللي زقك عليا يا بت؟ ها أنا عايزة أفهم. ما هو أنا أخلص عليكي يا تخلصي عليا؟ هو انا كنت ناقص عم فوق عم يا رب؟ هو في ايه؟ ده انا اللي فيه مكفيني وناقص اوزع منه على الخلق كمان. دي حاجه تقرف يا شيخ، البنجر قال وفالك. يلا يا اختي يلا، جاتكوا نيله تخد. مساء الخير. مساء النور. اقدر اقعد؟ كنت عايز اعتذر لك على الطريقه اللي اتعاملت بيها معاكي المره اللي فاتت. اوكي مفيش حاجه. هو انت مستنيه حد؟ صحابي زمانهم جايين. سوري انا بس كنت عايز اقول لك ما تزعليش. عن اذنك. صحيح احنا عاملين بارتي بكره عندي في البيت، يعني لو تحب تيجي. بيتهيألي يعني الجو ده مش هيبقى مناسب قوي بالنسبه لي. اوف كورس نو، ما ينفعش تفكر كده ابدا، لازم تعمل كل الحاجات اللي انت متخيل انك ما تعرفش تعملها او حتى ما ينفعش تعملها. خد رقم تليفوني عشان لو فكرت ابعت لي مسج، ابعت لك العنوان. كام؟ انا مش عارف انت ساكت لنادر ده ازاي؟ ده بيتحكم فينا، ده عامل واسع العيله. بس ايه ده بس، ما تبقاش عصبي كده، لا يطقلك عرق. خد زيق من المياه الغازيه دي هتروق اعصابك وتهدي القول. خد زيق. مش عايز ازيق انا. زيق ايه؟ ايه يا ابني العصبيه دي؟ ما هايدي دي بنتي انا مش بنتك انت. هو انا قلت انها مش بنتك؟ بذمتك انا قلت كده؟ ما هي العصبيه بتاعتك دي مخلياني حاسس انها انت بتخاف عليها اكتر مني. بس مش معنى ان نادر ده مطمن يبقى كلنا نطمن. انت عارف ان انا مبسوط اني مش عارف مكانها؟ ايه مبسوط؟ انت عايز تفرسني؟ طبعا مبسوط، لان لو كنت عارف مكانها وحضرتك لازق لي اللزقه المنيله دي كنت انت كمان هتعرف مكانها وتودينا كلنا في داهيه. يا عمي بس انت يا عمي بتقولي مبسوط. ازيك يا علي؟ اتفضلي. ايه ده انت لسه بتساعد الست دي؟ الست دي هي وبنتها السبب في كل اللي بيجرالنا دلوقتي يا عمي. وبعدين يا طارق الزم حدودك، ده انتصار في بيتي من قبل ما تتولد هايدي. مش عشان يعني بنتها غلطت غلطه وما احنا نلبسها ذنب بنتها، انت كمان متربي على ايديها. تزعليش منه يا دادا انتصار، معلش. انت بتكلمني انا كده عشان خاطر الست دي؟ انا اتكلمني كده يا عم عشان دي؟ دي اهانه انا اليوم كده اسمح بيها بعد اذنك يا عمي. Yeah.
حضرتك في موضوع. تحت عمرك اتفضلي. لا بس اصلا انا ليا طلب عندك يعني قبل ما اقول لك الموضوع. قوي قوي اتفضلي. انا عارفه يعني ان نجوان بنت الايد اللي اتمدد لها واللي طول عمرها بتطبطب عليها، بس برضه حضرتك ما تنساش ان انت اللي مسمي نجوان وطول عمرك بتعتبرها زي بنتك. واحد مننا يعني ما بنته غلطت برضه ما بيقدرش ينسى عليها، مش كده؟ عشان كده يعني انا جايه لك عشان اطلب منك انك لما تقبضوا على سي مروان بيه ما تاذوش نجوان. الهي يسترك، ابوس ايدك. انا بنتي غلبانه، انا بنتي عيله هو اللي ضحك عليها وغواها. وانا خلاص ابله ما احتاج قبل كده، لازم اجي لك المستشفى وسط المرضات يعني والعيالين. قولي يا ابله بس. يا سوكا انت ما تعرفش فواز اخوي ده، لو عرف ان انا بكلمك هيقعدني من الشغل، وانا بصراحه بحب الشغل قوي، وكمان مش عايزه ازعله. اخويا فواز شايل البيت كله من ساعه ابويا الله يرحمه ما مات. يا ابله احنا بنعمل غلط يا ابله، ما احنا قدام الناس كلها اهو وقدام ربنا الاكبر من الدنيا دي كلها يا ابله. معلش يا سوكا مش هينفع، انت هتفضل ساكت كده؟ انت كتمتيني يا ابله، وانا اللي بصراحه كنت جاي اعزمك على فرح. ايه ده انت هتتجوز؟ الف مبروك. اتجوزي بس يا ابله، ده فرح البيت بوسي اخت وهدان، وانا اللي احيي الليله من الصبح لغايه اخر النهار، ويا ريت يعني تشرفينا، يعني يكون شرف لينا. الف مبروك يا سوكا، ربنا يوفقك يا رب. ربنا يوفقني وانا طالع رحله اسكندريه مع اصحابي، ربنا يوفقني. يا ابله بقول لك اول فرح هغني فيه يا ابله، يعني لازم تبقي موجوده وفي اول كرسي يعني في الفرح. طب افرض يا سيدي انا عرفت اجي وانت هتبقى بتغني، انا هقعد مع مين؟ مع مين؟ مع امي سيدي الحباب يا دنيا انت، وانت عارفه امي بقى بتحبك قد ايه. امك؟ امك اصلا ما كانتش طايقاني المره اللي فاتت، ده انا كنت حاسه ان هي هتخنقني. امي ده انت على نياتك، دي اطيب حد في المنطقه، اديها سر بس، لا يمكن لا يمكن تطلعها بره. دي امي طيبه جدا 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 والمنطقه كلها بتحبها، هي بس مشكلتها اللي على لسانها يعني بتقول. ايوه بتقول على طول بس، لكن طيبه قوي قوي. وبالمره اعرفك على كوريا، على فكره بنت كوريا دي بنت رجوله قوي قوي، وان شاء الله هتبقوا اخوات كده زي انا وابراهيم، فيا ريت تشرفينا بقى. خلاص يا سوكا ما اعرفش والله، بس انا هحاول اجي. ايش طبق نجيتك عندي بالدنيا، ويا ريت وانت جاي يعني ما تنسيش تجيب معاكي فلوس عشان تنقطيني يعني كده وكده ارجعهم لك. لا يا حبيبي ما تعتذرش، هو انت فاكر لما انت تعتذر انا هفرح؟ انت تعمل اي حاجه انت عايزها وانا استحمل منك اي حاجه. وانا ليه غيرك في الدنيا؟ ولا حياتي ليها طعم من غيرك؟ ربنا يخليك لي يا اخويا. ربنا يخليك لي يا رجاء. اعوذ بالله، دي اخلاق الرجاله يا ناس، دي اصول عيش والملح. معقوله راجل يبلغ الحكومه على الستات قاعدين بطولهم في البيت؟ اللي اسمه سلومه ده لازم يتربى، لازم يتعلم الادب من اول وجديد. هو ده اللي الكلب عمره ينعدل يا خال؟ هنقطعه له. انا بخاف. ما تخافيش من اي حاجه. بخاف من الكلاب. مفيش كلاب يا سندس، خلاص. انا شفت رجاله كتير وقليل، عمري ما شفت رجاله اوسخ من سلومه ده. انت بتشتم مين يا واد؟ اوعى تكون بتشتم عوض. لا كان بيضربني، بس كان بيضربني عشان الواد. لا ما تخافيش، انا بشتمش عوض، هروح اجيبه لك دلوقتي، بس المهم عملت له الواكل اللي هو بيحبه. البنت الحلوه دي هي اللي عملته. الله 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 يا ست هايدي، سندوسه دي فيها شيء لله، وما تحبش الا البني ادم اللي ربنا راضي عنه. وانا كمان بحب سندوسه. بقول لك ايه يا استاذ شكري؟ يا مورينا يا ست هاني، شوف المبلغ اللي عايزه الراجل ده وانا هدفعه له. نعم يا اختي، تدفع لنا ليه ان شاء الله؟ انت هتجبي علينا ولا هتجبي علينا؟ ولا تكونيش يا حبيبتي بقى استحليتي القعده في قلب المكان فقلتي اما تدبي لك مسمار جحا في المطرح. لا يا حبيبتي اطمني، انا مش ناويه اطول هنا، ولو عليا انا عايزه امشي النهارده قبل بكره، بس انا كمان مش عايزه مشاكل مع الناس اللي هنا طول الوقت،
ومش عايزه الشرطه تفضل رايحه وجايه وتعمل لنا محاضر. لا معلش يا اختي استحملي، ادام عايزه تقعدي بقى استحملي. انا عن نفسي افضل ماشيه كده اهو، واحده واحده على قد كده اهو، ولو ما لحقتش ولا اتزنقت روح خش في جمعيه من اللي بتعملهم ام سوق واقبض انا وادفع حصتي زي ما هي عملت بالظبط. خلي لك يا اختي انت فلوسك، اصرفيهم على الاحمر والاخضر والبيجامات الحلوه دي يعني اللي بتجيبيها. بقول لك ايه، اقعدي بلا احمر بلا اسود. اقعدي يا ست هانم اقعدي، استهدي بالله استهدوا بالله استهدوا بالله. ست هانم ما قصدهاش حاجه، ربنا فاتح عليها ومديها وعايزه تساعدك لله. الست هانم دي معاها فلوس ممكن تشتري الحته دي كلها. فاهمها يا عم شكري. هو اللي ست هانم، الست هانم هانم على نفسها يا اخو، احنا ما عندناش هنا هوان. وبعدين بقول لك ايه، احنا طول عمرنا ماشيين بالزق لكن حامدين وشاكرين الحمد لله. انا الغلطانه اللي انا عايزه اساعد، ان شاء الله سقف البيت يتهد على راسك. انا مالي اتهد على راسك انت يا بعيد؟ اضحي اتهد على دماغنا كل الناس. اي اي اقعدي يا ست بتقولي ايه، اقعدي من فضلك يا ست هاني اقعد عشان نحل المشكله السوداء دي. انا هنزل دلوقتي لسلومه النجس عشان اعلمه الادب من اول وجديد. ماشي. بقول لك ايه، عايزيه وانت راجع معدي عليا، عايز اطلع اشوف هيما، ما شفتوش من ساعه ما جه المستشفى. يا دنين عليك وعلى سنين هيما، ما انا مش عارف اطلع له لوحدي. هي المنطقه اسمها يا عم؟ معروفه في حته منفوخه كده تبع حاجه ما بطن البقره. اسمها ايه؟ بطن البقرة. بطن البقرة؟ ممكن ندور عليها في ايه؟ في جوجل انيمالز ولا جوجل ايرز؟ شوية هزار دلوقتي، شوف بطن البقرة في انهي داهية، خليها نخلص. بطن البقرة ايه يا عم؟ وانت جعان؟ ظروف اهلك ولا انا متعصب دلوقتي ومش فاضل هزار. طب ما تنفعش رجل البقرة؟ ها؟ عين البقرة؟ ادي دقني ان ما ركبت لك ديل. شوف لي فين بطن البقره وخلصني. حاضر يا عم. بطن البقره. انت اول ما تلاقي البقره انت بتقفل مساء النور. مساء النور، اتفضل. ابو طالب بيه، انا مش جاي اثر على حضرتك في حاله انك قررت تستعين بمحامي تاني غيري، بس لحد المحامي التاني ده ما يجي ويبدا في القضيه انا هكمل شغلي عادي جدا. انا مش عايز الشغل يقف في القضيه. يا عم بتقفلوا ليه؟ البطارية بتبوظ، البطارية بتبوظ يا عم. بلاش تلعب بعدين، العب بعدين. طيب ايه، فيش اخبار جديدة؟ طبعا في خير. انا قدمت للنيابة طلب برفع قرار حظر التصرف في ممتلكاتك، وقدمت لهم كمان اقرار ذمة مالية واقرار بعدم دخول اي ارصدة او حسابات او وصول باسمك من وقت البنك ما منح القرض لمدام هايدي وحتى تاريخه. يعني كده انا حر التصرف في اي كرسي من كراسي، ما حدش يعمل لي قضية تبديد؟ لا مش بالسرعة دي طبعا، يعني اهم حاجه النيابه تطمن الاوراق اللي انا مقدمها الاول. قرار رفع الحظر هيجي بسرعه ان شاء الله. ما انا قلت لكم الاول ان الاجراءات دي تعسفيه، ما حدش سمع كلامي. الاهم من ده الارقام اللي نجوان اتصلت باهلها منهم، طلعوا رقمين موبايلين واتقفلوا، وحاولنا نعرف مكان الاتصال بس ما عرفناش نوصل لاي حاجه. طب وهنعمل ايه؟ الارقام دي طبعا ملهاش اي لازمه، بس اهم حاجه دلوقتي ان انتصار تفضل على اتصال بينا طول الوقت، ونخليها تدينا اي رقم تتصل بيها منه. مين عارف يمكن تغلط تتصل من رقم الموبايل الشخصي بتاعها او من رقم محل اقامتها اللي قاعده فيه دلوقتي. وحضرتك معاك رقم الانتصار؟ انا ما حاولتش اخد الرقم، بس هي قالت لي على عنوان المستشفى اللي هي بتشتغل فيها. ممكن طارق يروح المستشفى ويجيب النمره من هناك. انا ما بحبش المستشفيات، بس اروح عادي. اوكي تمام. انا عاوز اعتذر لك على انفعالي بتاع الصبح عليك ده، ما كانش في مكانه الحقيقه. وبعدين يا اخي انت المحامي بتاعي من زمان، انا لو عارف ان في محامي اشطر منك انا كنت رحت اتفقت معاه وجبت، بس عمري ما هعمل كده. يا ابو طالب بيه، ما انا قلت لسيادتك انا مش جاي اثر عليك ولا حاجه. يا راجل بطل بقى القماصه دي بقى، خلاص انتهينا. والله العظيم كانت فرصتك تغيره وتجيب محامي عدل. انا مش عارف انت دماغك دي ليه كده يا عم. اتلم انت اقعد ساكت بقى. بقول لك ايه؟ ايه؟ ما تيجي نشوف موضوع بطن البقره ده بقى، عشان بقول لك بطن البقره. ايه يا عم؟ دلوقتي يا معلم سلومه، الاخ شكري بيشكو انك طلبت الشرطه لاهل بيته، الست سندس والاخت كوريا والاخت جمالات. الحقيقه مولانا دي اول مره كنت اشوف فيها الست جمالات. صعيدي جلبوه يابا علمني الهيافه. قال يا ابني تعالى في الهيفه واتسطر. اللي دخل جمالات دلوقتي في اللي احنا بنقوله؟ برضه ما يصحش يا معلم سلومه، تطلب الشرطه لنسوه لا راجل معهم، وامامك سبل مفتوحه كثيره. انت
كان ممكن ان تاتي لي او تذهب للاخ شكري او للاخ كفداجي خطبها. صل على يشفع فيك يا مولانا. عليه افضل الصلاه والسلام. اسد بقى بيته اللي هيقع على دماغنا ده، ده حوار بقاله سنين، مش ابن امبارح والنهارده، لا ده احنا ياما اتحايلنا ياما رقنا نشف. ده انا قلت للاستا شكري بدل مره 10، وسيادتك دخلت في الموضوع ده مره واتنين ايام امها الله يرحمها، ولو ما حصلش الكلام ده قولوا عليا راجل هجاص كذاب. صدق يقال يا اخ شكري الكلام ده حصل فعلا. ماشي حصل، نقوم نبلغ الحكومه على بعضينا، اللي معهوش فلوس نحبسه. لا لا احنا برضو اهل وجيره. بأمانة الله بقى أنا زهقت من حكاية معهوش فلوس دي. يا عالم اللي بيدعي الفقر ربنا بيفقره أكتر. مش أصول كلام ده يا معلم سلومة، أنا المرة دي تابعت الأصول اللي أنت ما تبعتهاش، وجبت الشيخ المنطقة كلها عشان يشهد ما بيننا، وأنا عارف ومتأكد لا هتكبره ولا تكبرني، عشان كده أنا مش هراعي أصول الجيرة ولا العيش والملح، واللي بيعمل ما بيقولش سلام من غير سلام عليكم. الواد سوكا لسه نازل يوضب العده عشان خاطر فرح اخته وهداء، دول ولاد حرام عازمين ام لا اله الا الله بما فيهم الحكومه. يا اخويا ده عالم ناقص، بيجوزوا البنت وهي لسه ما تمتش 14 ولا 15 سنه. وفيها ايه يعني يا كوري؟ اي حد في الدنيا بيحب يسطر على بناته، وخالاتك كلاتهم متجوزين اتغيرين، ولا الواحد يخطب البنت من دي وتقعد تحمط جنبه يعني؟ يوقف في خيه خلاص. سلامتك يا هيم، ايه ده انت غيرت على الجرح؟ ما الواد سوكا اصله ماشي مع البت الممرضه، جابها لي اتغيرت هي على الجرح. يا انصبتي وطلعت لك هنا لوحدها؟ بالراحه يا كوريا بالراحه. ده انا ما استجراش اعملها وانا خطيبتك قدام الحاره كلها. في جاب امه معاها، اتنيل جاب امه معاها. طلعت بت نظيفه ما رضتش تطلع لوحدها. وام سوكا حبتها؟ وهي ام سوكا تحب حد؟ دي قعدت تشاكل فيها طول ما هم قاعدين، في الاخر وهي ماشيه جت تبوسها قامت عضاها. وليه عقربه وناقصه؟ بقول لك ايه؟ سيبك يا اخويا من الناس دي كلها تولع في بعض. المهم انت بقى انزل لنا بالسلام. الحر وحش قوي من غيرك يا هيم. انزل خد بحسين. طب ما تطلعي انت يا كوريا تاخدي بخاطري. ما تطلعيش، ما تطلعيش. كوريا. نعم يا خي. الف سلام عليك يا هيمه. ورانا مشاوير، يلا بينا. حاضر يا خي. يلا. هيم هبقى اطلع لك تاني اما خليه يجي تاني. ها؟ ليه وانا هفضل قاعد هنا؟ انا كل يومين وانزل اتنطط لكم تحت. ده انا لا عارف اكل ولا اشرب ولا افتح المحل حتى من غيرك. انزل بقى. وربنا وانا كوريا. وحشاني قوي كوريا. كوريا يلا كوريا يلا امشي مع خالك، هنهرج ولا ايه؟ امشي. حاضر. بتاع مين العمود ده يا كداك؟ استنى يا كوريا. جرح. رد عليا بكلمك. بتاع مين العمود ده؟ عمود ايه؟ لا مؤاخذة. الو، ايوه ساره، ازيك؟ ابدا، انا قلت اكلمك عشان اطمن عليكي، اصلي لقيتك ما جيتيش. لا لا ابدا، ما فيش حاجه، انا كله تمام. طيب اوكي اوكي، ما فيش مشاكل، ماشي، اشوفك مره ثانيه ان شاء الله. باي. شايف يا هندسة؟ الشرخ تدخل ايدك فيه لمؤاخذة تجيب اخرها، ده غير انه ممكن يخبي بلاوي عرس وفران وتعابين، ده غير انه ممكن يقع على دماغتنا واحنا نايمين. يرضيك برضك يا هندسة يقع على دماغتنا واحنا نايمين؟ لا طبعا ما رضيناش. يبقى خلاص تفقع علينا تقرير حلو زيك كده يتقال فيه ان البيت لازم يتنكس في التو وفي الحال عشان ارواح الناس. يا دي كسوف، ما لحقناش نعمل شاي ولا نجيب ساقع. والله ولا حاجه ساقعه ولا شاي ولا اي حاجه. البيت باين حالته اهو، وما تقلقيش هعمل لك التقرير اللي انت عايزاه بالظبط بعد اذنك. اتفضل، خطوه عزيزه، ده احنا زارنا النبي والله. كيد العزال انا من يومي. ايوه. اسمعي الباشا،
النيابة طلبت رفع مراقبة التليفونات على محامي أيضا بطالب وأبوها وصديقاتها المقربين. يا فندم، القرار بيقول لعدم جدوى المراقبة الفترة اللي فاتت والمراعاة الخصوصية الشخصية. كمان المحامي بتاعهم قدم طلب رفع التحفظ على ممتلكات بطالب الصنهوري من امبارح. شكل النيابة هترفع عنه الحظر فعلا. أمر معليك. مع السلامة. اجمع للأمنة المكلفين بالمراقبة في القضية الزفت بتاعت هيدا أبو طالب. توجيهات سعادتك يا باشا. ثواني ويكونوا قدام معالي. فاكراني؟ أنا اللي مؤاخذة جبت الكوريا الحكومة. طيب خير؟ والله ما كنت أعرف إنك موجودة، ولا كنت أعرف إن كوريا المحفشة دي عندها قريبة. بسم الله ما شاء الله، ربنا يحميك ويحرسك من العين يا حلوة. وبعدين؟ أبداً، أنا كنت بقول يعني إنك فرس، فرس عربي ما يقدروش غير الراجل اللي بيفهم في الحريم وفي الخيل، يقدره ويدفع ثمنه. وماله مسيرك يا احمد كيني على المفرمه؟ ايوه يا عامل ايه؟ ما بطلش حمام ولا ايه؟ ايوه باشا، مفيش مراقبة تليفونات، النيابة شالتها. امتى؟ معرفش، من النهاردة ولا بكرة، بس اللي عرفه ان النيابة شالتها، وياسر بيها يجمع الأمرة دلوقتي وهبلغك برضو. تمام يا باشا، تأمرني بحاجة تانية يا كبير. شكرا ابو فضل. قلت لها العمود بتاع البيت هاجر، هقول لها ايه يعني؟ يا نهار ازرق، وهي عملت ايه بس يا جباكي؟ خدت الكلمة وهي مداني ظهرها ونزلت، ما شفتش وشها لحد دلوقتي. ما انا قلت لك ابعد عن سكة نوال، نوال دي سكتها شمال الشمال، ومن الاخر كده هتعمل لك عور. فكك انت بالحوار ده، انت عامل ايه مع البت هاجر؟ انا صاحبي مش عايز اقول لك، مش عارف انا ايه، ولا بالصبح ولا بالليل. انت مالك قلبت على هاني شاكر كده ليه؟ انت هتفقر يا سوكا، هي عشان ممرضه هتموت فيها. استنى يا سوكا، انت لسه قد الدنيا هتضحك لك، استنى عشان ما ترجعش تندم انك ما خدتش من جديد. لا يا صاحبي، انا مش هبقى زيك، حتى لو بقيت احمد عدويه في زمانه، انا عايز واحده تحبني واحبها وتخلف لي عيل كده يملى عنها البيت. من الاخر بقى صاحبي، انا مش عايز ابقى زي الرجاله اللي متملاش عينهم غير التراب. فلسف، اتفلسف على امي اتفلسف. انا بقى سوكا فككني من الهبل بتاعك ده قوي. انا لا عايز شهاده ولا عايز واحده اتجوزها ولا عايز شهره. امال عايز ايه ان شاء الله؟ انا عايز اقتل ابراهيم كبداكي واصلي عليه جنازه وادفنه وابقى ابراهيم باشا، اللي يخش اي مكان يا سوكا الدنيا تتقلب، والورق يترمى تحت رجله ميات ومتنات، وادوس عليها بجزمتي. يعني هو بيشتغل ايه يعني غير شغلانه مغني بس؟ هو بيغني بس. يعني ايه بيغني بس؟ هي دي شغلانه بتاكل عيش يعني بتفتح بيت يا بنتي؟ بصي يا حاجه انا هفهمك، هو دلوقتي مغني صغير بيغني في الافراح وكده، لكن ان شاء الله يكبر ويبقى حاجه تانية خالص. بصي بقى يا بنتي، انا بصراحه كده لا عاجبني اسمه ولا عاجباني شغلانته، والله اعلم بقى يعني اذا كان هيكبر ولا هيفضل زي ما هو كده. والله عندك حق، ما كسرش من مقاليفك، بس انا لو من اخوكي فواز ده خلوا روح اشتغل الاول بعدين تعالى تقدم. ليه؟ هو تقدم لك كده على بلاطه؟ لا خالص لسه. طيب خلاص، لما يبقى يتقدم يبقى احنا ساعتها نقعد قعده تانيه زي دي، وساعتها هنفكر هندخله على فواز اخوكي تاني ازاي. الاستاذ بيسال على الداده انتصار، هنشتغل سكرتارية للفراشات كمان؟ لا 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 مؤاخذه، لا مؤاخذه، خليني باش مهندس. قولي لقيتوا الاجوان؟
رايحه صح يا خالتك سندس، تيجي تشم شويه هوا وتسمع المغنى بتاع الواد زوكا ده. ما بلاش يا خال، هتعمل لنا قلق في الفرح. ما تخافيش ما تخافيش، اخليها تضرب نفسين وتقعد معاها. ايه يعني يا عم بنت شوفي انا مالي وانا اللي اقعد ادادي فيها. انا ساكوريا. السلام عليكم، ازيك يا باشا؟ ازيك، عامله ايه؟ الحمد لله. اخبار البيت ايه؟ وقع ولا لسه؟ لا لسه، سعاده الباشا ما انا قدام سعادتك اهو. اتضايقت انا المره اللي فاتت عشان قريبتك اللي اتخضت دي. اه لا لا، حصل خير يا باشا. هي لسه تعبانه ولا ايه؟ اصلا انا مش شايفها يعني. لا اصل هي ملهاش في الافراح والجو ده يعني. اه طيب تمام. طب ابقوا طمنونا بقى، عملتوا ايه في البيت؟ حاضر يا سعاده الباشا باذن الله. السلام عليكم. حبيب حبيبه قلبي يا هلا يا امي. حبيب قلب امك يا اخويا، يا مشرفني يا رافع راسي يا مرقصني يا حبيبي، حرسك وصينك يا رب. عجبتك يا امه؟ عجبتني، انت تعجب الباشا يا روح امك. الله اكبر، عجبتك؟ كنت كويس قوي. اه ده انت تعجب الباشا يا ولا. والله هو اللي كنت كويس بس. يا حبيبي يا حبيبي، انا من غيرك مش عارف كنت اعمل ايه. مش عارفه والله. السلام عليكم يا ام. خمس دقايق. السلامه يا حبيبي. ممكن يا مولانا اضرب واحده بيره؟ لك حريه الاختيار يا اخي سلوم، بس سامحني انا لن اجلسك وانت تشرب هذه البيره. ولا تعالى واحده افتح. انا حطيتها تحت الكرسي يا مولانا، مش هشربها الا لما تمشي. ها، ما هو الواحد لازم يضمن اخرته ويضمن دنيته في ان واحد. ازيك يا خالتي؟ اهلا يا كوريا، ارقصي. ازيك يا اختي؟ مش انت برضك الممرضه اللي كانت معايا في المستشفى؟ ايوه يا كوريا، انا اسمي هاجر. عشت الاسامي يا هاجر. الله يخليك، نورانا. ربنا يخليك يا رب. مشكرين قوي يا هاجر على العمود اللي جبت لك اداك، ما كانش في لزوم تتعبي نفسك يعني. عمود؟ عمود ايه؟ سلام على باشا كل امام مصر، سلام كل امام مصر. ماله بيك الظابط ده يا بنت؟ مش انا. من مين ان شاء الله؟ انا مع البنت جمالات بنت خالتي. بقول لك ايه؟ سيبك بقى من الكلام ده كله وقول لي. خير؟ انا عايز اعرف نصبتي اللي نزلت هنا دلوقتي. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. ايه نور، الفرح منور والله. ايوه كده يا بنت جمالات، انزلي كده وقعدي معانا وخشي فينا ونخش فيكي. ايوه حد خلي الدنيا تبقى نور كده يا بنت. الله ما شاء الله عليك، ده انت زي القمر. انت ليه يا خال؟ مش طالعه كنان. اهدي، لقيت سندس نايمه وهي شبطت فيا. انت لازم انزل معاها، ما اقدرش اقول لها لا. دي قدامها فقر وانا مش هحلق على حد النهارده. شيل انت بقى بنتي يا كوريا. تعالي عايزاكي. انا هقول لك على حاجه، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم يا رب. انا ما كنتش عاوزه اقول بس بقى انت عارفه انا ما بحبش للرط ولا الكلام كتير ولا حد يقولني ولا حد يعودني، بس اعمل ايه؟ البت نوال ولو انها بتحبني وانا بحبها، اه جابت لي وبتجيب لي على طول الرز بلبن، وانت ما بتشوفينيش حتى بكوز بطاطا. اخلصي وانا هشوفك. ازيك يا ابو هاجر؟ الحمد لله. وحشتيني يا ابله. أنا أمي دعيالي والله. النهاردة أحسن يوم في حياتي عشان حاجتين. إيه بقى؟ أول حاجة أول مرة أغني بفرح كبير زي ده، وتاني حاجة. تاني حاجة إيه؟ إيه اللي جابك هنا يا أختي؟ فوزة أخويا. قومي جري قدامي على البيت. يا أستاذ فوزة افهم بس. قوم من وشك. هات أحلى تحية حيرة طايرة لأجدع ناس في الكرة الأرضية، أهلي وحبايبي وناسي، أهل بطن البقرة، الرجال قبل الستات والستات قبل الرجال، اللي كلهم عيلة واحدة مفيش بينهم سر أبدا. أي حاجة بتحصل في أي بيت بعدها بساعتين مفيش حد ما بيعرفهاش. وعشان بقى ما احنا أهل وعشرة فأنا مش هخبي عنكم حاجة، ما كده كده هتتعرف. أنا عايز أسأل الست نوال مرات جزار الحتة المعلم سلومة، إيه اللي بينك وبين خطيبي؟ إيه اللي بينها وبينه يخليها تستقفها جوزها وتطلع لخطيبه وهو عازب وعايش لوحده بعمود الأكل؟ إيه اللي بينك وبين خطيبي إبراهيم يا نوال؟
اهلا اهلا اخ مروان، شلونك؟ يعني ازيك بالمصري؟ لك وحشه صدق؟ لا وحشه كبيره بعد. شيلوه. جاسم؟ ايه جاسم، جاسم اللي ضحكت عليه ولبست العمة ولا الطرطور مثل ما تقولون بالمصري. عمتي وطرطور ايه اللي انت بتقول عليهم؟ مروان العمة اللي اعطيتني اياها صارت صغيرة ضيجة علي، ما احبها الحين، انا برجعها لك وابي فلوسي بس. مش فاهم حاجة، عمتي وفلوس ايه؟ في ايه؟ انت فاهم كل شيء، انت للأسف فاكر ان كل شيخ عنده في البيت بترول نفط، عنده بير يغرف منه وقت ما يبي وهو مرتاح. لا حبيبي، أنا شقيت، أنا تعبت، أنا حفرت الصخر حتى أصبحت ملياردير، ولو أمشي وأوزع فلوسي على النصابين اللي مثلك يمين وشمال كان من زمان حفيت، وتلقاني في جامعة الدول العربية، شارع جامعة الدول العربية، أشحت أو أنظف سيارات. تعايز يا قاسم. اسمعني يا مروان، أنا مشيت معاك مثل ما تبي، ما قصرت عنك، أعطيتك كل اللي تبي، كل المشاريع اللي أنت اقترحتها أنا وافقت عليها، شركة السكر، شركة الشحن، شركة التأمين، لكن للأسف نهايتها كانت نصب واحتيال. اسمع يا مروان، أنا أبي فلوسي، الخمسة مليون يورو أبيهم بس. أكيد في حاجة غلط، وبعدين أنت عارف إن إحنا شحننا السكر في السفينة والسفينة غرقت في البحر، ولو مش مصدقني روح اشرب من مية البحر هتلاقيها مسكرة. سكرة؟ شوفوا شغلكم. وجيتي تطمني عليا، تسلمي يا ضنايا، وكمان اشتريتي حاجات وكلفتي نفسك ما كانش له لزوم، انا حتى اللي مني ما حدش فيهم بيطلع عليا. طب والنبي ما تقولي كده، ده انت ست طيبه وتستاهلي كل خير. طب والله العظيم اول ما هاجر قالت لي جيت لك جري على طول. وحيا بنتي ربنا يكرمك ويعدلها لك قدر يا كريم.
الله يخليك، تقومي بالسلامة يا رب. سلام. طب أنا هقوم أسوق لك عصير بقى أنت والحاج. يا ضنايا ملوش لزوم، ملوش لزوم تتعبي نفسك. ما تقوليش كده، ده أنت تعبك راح. أصب لك جوافة ولا مانجا يا حاج؟ الاتنين يا أختي. العكنانة دي طيب طيب طيب. نجوان وحشتني يا بابا. ايه اللي نزلك مصر تاني؟ والشنطة دي فيها ايه؟ فيها فلوس؟ فلوس ايه بس يا بابا؟ وسع كده عالدين. ولما هي مفيش فيها فلوس، ايه اللي نزلك مصر تاني؟ وعملت ايه مع الجدع الزبالة اللي طفشت معاه؟ ما عملتش حاجة، نصب عليا وديني رجعت بشنطة هدومي بس. بوز فقر زي امك، الناس تخلف عيال عشان تكبش فلوس وترمي في حجر اهلها، وانت وامك بتكبشوا من الفقر وترموا على دماغتنا. هي ماما فين وعامله ايه دلوقتي؟ اهي ملقاحه في الاوضه جوه. خش يا اختي شوفيها. ماما يا ماما ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ وحشاني يا ضنايا. وحشتيني انت، وحشتيني. الف سلام عليكي. طب الاذن انا بقى عم الحاج، ربنا يطمنكم عليه. والعصير يا اختي اللي كنت بتعمليه ده بقى صوب لنفسك عم الحاج، انا مشواري طويل واولاد الحرام كتير. سلام عليكم. الحمد لله قدر ولطف ان السندس كانت تعبانه وروحتيها قبل الولعه، عشان انت عارفه لما بتشوف ولعه بيحصل لها ايه. انت ليك اعداء في بينك وبين اي حد مشاكل؟ اعداء ايه بس يا سعاده البيت؟ هو احنا اسرائيليين ولا حاجه؟ ده بطن البقره ده هي اولها يجي باخرها، كله عارف بعض. وبعدين الست جمالات ما بقالهاش كتير عندنا هنا يعني عشان تعمل اعداء ولا حاجه. قدر الله ما شاء فعل، ربنا على الظالم وابن الحرام والمفتري. وانت يا اختي جمالات لابد ان تكوني في كنف رجل يقف بجوارك، واعتقد كلامي مش غلط يا اخي شكري. اعوذ بالله، ولاد الحرام مالوا الحته، لكن قسما عظما لو ايدي اتحطت على اللي عمل العمله السودا دي لكون معلقه على باب المحل ومشفيه ومطلع من جدتك من ظهر والقوارع ولحم الراس ومخشي. اخرس انت خالص، مش عايز كلام كتير. جمالات خدي مديل على المحضر ده، ده محضر كده روتين، وانا في اسرع وقت هجيبهولك مرمي عندي في الحجز. لا لا انا مش عايزه محاضر وسام وقضايا، انا خلاص متنازله على حقي ومسامحه خلاص. متنازله ايه؟ بقولك ده محضر روتيني وسيبيه لي انا الباقي. نهار اسود على السنين السودا، ايه اللي عمل في محل البنت كده؟ مين اللي عمل العمله السودا دي؟ كفايه بقى القرف ده، مش عايزه تفوقي لنفسك؟ عاوزني اخف؟ انت عايزه تخف؟ انا لا، بس لو لقيت حد عايزني اخف ومصمم على ده هخف عشانه. لازم انت تبقى عايزه تخفي عشان نفسك. ما انا ممكن اخف عشانك يا نادر، ونبقى اتنين بني ادمين طبيعيين زي اي اتنين، وحياتنا ماشيه. اوكي هتبقى ممله بس ماشيه. انا مشكلتي الوحيده ان انا حياتي واقفه. حبيبتي انا مش مصحه علاج ادمان، لو عايزه تخفي علشان نفسك اهلا وسهلا، انا هقف جنبك وللاخر، لكن مالكيش دعوه بيا. مش معنى ان احنا اتقابلنا في محطه في حياتنا يبقى هنكمل السكه سوا. ساره احنا هنسيب بعض، وانا عايز اسيب لك حاجه كويسه قبل ما امشي. عايز تسيب لي ايه بقى؟ هديه؟ عايز اسيب لك ساره. ده الضابط المتخلف اللي بيراقبك. ايوه يا ياسر. لا 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 انت ما طلبتش النمره غلط، انت طلبت ساره عشان تسال عليا. انا بقى معاك اهو، وكلمني واسالني على اي حاجه انت عايزها كده. طب شوف يا حبيبي، انت تبعد عن ساره تماما، ما تقربش منها ابدا، والتهديدات الخايبه اللي انت بتهددها بيها دي انت عارف كويس جدا انك مش هتعمل بيها اي حاجه، لانك لو عملت تبقى بتعترف بفشلك، وانت اصلا انسان فاشل. خلاص بقى ما تقهريش في روحك كده خلاص. هو يعني كنكرك ولا كانت شغلتك؟
دي حالة حاجة فكرتي فيها تسلكي بدل القعد. انت عمرك ما هتقدري تحسي باللي انا حاسه بيه. ماشي يا اختي، سيبنا لك الحساس، بس برضك ما تقهريش في روحك كده. ولو القعده هتكبك اكتر ما انت مكؤوبه، ومنزل مع المحل فكي كده. قومي يلا. انا يا اختي هلبس انا وانزل اروح المحل. شفتي انا مش هقدر انزل، انا كلمت بابي ودينا وهيجولي عشان نشوف هنعمل ايه في حكايه نجوان الزفت دي. بشوق خلاص، بس خلي بالك بقى، انت حواراتك كترت وعشقت في قلب بعضيها. عندك الظابط من ناحيه، وابوك اللي عمال ينط لنا كل شويه في قلب المنطقه من ناحيه، والوليه الفراشه اللي بتاعها جت من بره مصر من ناحيه، حراسي عشان انت بقيتي عامله زي ايه؟ زي لو اخذ الجاموسه اللي الجزرين كده اتكتروا حواليها وعماله تخبط في الحيطان قبل ما تقع. جاموسه ايه يا بني ادم يا معفنه انت؟ شايفاني قاعده ومش طايقه نفسي، تفضلي تعصبيني وتستفزيني لغايه ما اتجنن، هو انا ناقصاكي؟ شوف البيت. طب الحق عليا يا اختي اني بوعيكي وقلبي عليكي، انا وعماله اقول لها فكي وانزلي مع المحل، ما تولعي. خلي بالك انا كل ده مش عايزه اركز في حته ايه، ان انت منين ما بتقعدي في حته بتنحسيها. قالوا كل ده مش عاجبك كلامي. يا شيخه روحي كده وتشوفي الملكانات اللي كنت حاطاهم في قلب الباترين دول، حتى دول ما استحملوش قعدتك، ولعوا كده. انا اللي هولع منك من العيشه دي، انا هتجنن. يقرفكم. كل كل يا وش السعد كل، انت اصلك ما بتنخعش الكلام الحلو الا لما بتملى كرشك كده، ويلا كل من النقاني. يلا اديني في الوحي يا عم الشباب وعم الرياضه. الوحي بتاع ما بينزلش معايا غير وانا باكل، يعني هو معايا دلوقتي لسه جاي قايل لي حته حاجه تحفه. اديني اديني. انا واقف ارضي وواقف طولك، تربا تربا تاخدي عمري كله مني بسطولك، رارا موسوكا نمرة واحد. الله الله، مفيش أي واحد موسوكا نمرة واحد. أيوة مفيش أي واحد هيحبك زي أنا، موسوكا بيحبك. أيوة ده حبك فيا بيتمادى، بعشقك يا بياض وبحبك حب عبادة. الله بعشقك يا بياض بحبك حب عبادة، دي القهوة من غير سكر من ايدك ام سوكا. اديني اوبا اوبا بصك زي الحليب. الله الله اشتوى علي يا زميلي. ايه الجمال ده يا ام العسل ده؟ عسل يا ام سوكا. يا ولد بيقول حكم والله. يا عم الشباب والرياضه يا حبيب والديك عشان تدعي لي. الاغنيه دي ياما، الاغنيه الثانيه، الاغنيه الاولانيه ياما بقى ما تعرفيش ايه اللي حصل. مكسره الدنيا، شغاله في التكاتك والميكروباصات، المنيب شبرا كيت كات وكل الحوار ياما. الله، هو انا غريبه يا ولا؟ ما انا قلت لك قبل كده ان شاء الله هتكبر وهتلعلع وتبقى زي الله يرحمه ويحسن اليه ويفشفش الطوبه اللي تحت دماغه محرم فؤاد ان شاء الله. خد يا ام اقول لك. نعم. عايزك عشان ادعي الوحش. تعالى بقول لك ايه، انا جيلي اربع افراح اروح انا فرح فيهم. يا واد يا واد قول خمسه يا ولا، عشان العين العين فلقت الحجر، مش هتفلقك انت يا منيه. عندك حق، خمسه خمسه خمسه. بتخمس في وش امك يا ولا؟ ده انا امك يا ولا، حبيبتك اللي تتمنى لك الرضا والعز كله. يا رب يا رب يرزقك بخمس رقصات يرقصوا وراك وانت مطرب كبير قوي 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 في سماء الفن. يا رب يسمع من بقك ربنا، خمس رقصات ست رقصات اروح انا فرح فيهم. روحهم كلهم يا واد. اطلع من ده خش على ده، اطلع من ده خش على ده. انت خلاص بقيت مطرب كبير قوي ومطلوب والدنيا كلها عايزه، وهم غصب عن عينيهم يقعدوا يستنوك. ما تبقاش عبيط يا ولد، اوعى حد يستعبطك، الاتفاق كله هيبقى معايا انا. الفلوس هتبقى معايا انا، اوعى. دي مش عربيه كبده، لا يا حبيبي ده مغنى. مغنى. مين اللي وزوكوا تولعوا في محل البيت يا ربتي؟ لا 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 لا، احنا شمال بس لحسابنا، ما نحبش نشتغل عند حد، احب اعيش حر طليق. المحل بتاع المؤاخذه؟ لا مش سكتنا، احنا بنحب الانحراف قوي على فكره. ما تشوفي يا قبله العيال المستشيخه يمكن ولعوا فيه عشان التماثيل العريانه. اقعدي يا قبله، اقعدي اشربي حاجه وخلي ابراهيم يحللك الموضوع. اخ جاني طاعون، ده انا نسيت انه سابك ولا مؤاخذه وراح يشوف سكته في حته تانية. سوري. هي القبله كوريا الشماليه ولا الجنوبيه؟ تصدق يا اخ مروان، انا احب مصر. لا مو بس احبها، انا اعشق مصر. لازم بالسنه مره مرتين لازم ازور مصر، اتمشى بشوارعها، اكل بمطاعمها، اركب فلوكه في النيل. لكن انت للاسف معتقد ان كل الناس اغبياء وانت الذكي، كل الناس عميان وانت المفتح، صح ولا لا؟ اسمع يا شيخ جاسم،
خلي حد من رجالتك يروح البيت عندي ويفتح الدولاب هيلاقي دفتر شيكات، خليه يجيب واكتب لك الفلوس اللي انت عايزها، بس خلينا نخلص. ما قلت لك انت تعتقد ان الناس كلهم غبياء وانت الذكي. يا اخ مروان، المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. انا لا اقبل الشيكات، اقبل فلوس نقدي. يوراهاتي كلها لازم تجي قدامي، يورو ينطح يورو. ما جيب لك كاش منين؟ خلاص خلاص، انا هقعد معاك هنا لغايه ما تصرف الشيك، بس هات لي دكتور بسرعه. سمعوا، جيبوا له دفتر الشيكات، يعطيكم الشيك وتصرفونه. انصرف الشيك كان بها، اخذوه وقطوه باي صفيحه زباله، واذا ما انصرف الشيك خلصوا عليه. انا شايفه على فكره ان الولاد الصيع دول كلامهم صح، يعني ممكن يكون حرق المحل ده بسبب المكان ده كلهم متخلفين وفالجر ولا بيفهموا في لونجريهات ولا موضه ولا الحاجات دي اصلا. مش مهم اللي حصل ده، خلونا في مشكلتنا الاساسيه دلوقتي. نجوان في مصر، وجودها هنا ممكن يحل لنا حاجات كتير قوي. انا عايزه اروح اضرب نجوان واشرب من دمها، عايزه اخنقها بايديا دول وفش غلي منها. جدعه انت جول. جول ايه وجدع ايه؟ خلونا نفكر كويس يا اخوانا. مروان ده هو راس الافعى، نجوان دي للافعى. عشان نمسك مروان لازم نمسك دي للافعى الاول اللي هي نجوان، ونقطع راس الافعى اللي هي راس مروان، خلصنا منه. يبقى نرمي الديل. ايه يا اختي جاوبني انت الحيوانات اللي بيحكي فيه ده؟ افهم يا قرية، افهمي او طالب بيه قصده يقول ايه؟ ان احنا لو رحنا للست نجوان وقفشت مننا قرشين كويسين هتقول لنا على طريق اللي اسمه مروان ده. طب ما انت كده خال جبت الزيتون. الزيتونه؟ التايهه يعني. افهمك انا، يعني فعلا برضك اللي اسمها نجوان دي بعتك عشان خاطر الفلوس. يبقى برضك هتبيع طليقك وتشتركي من تاني عشان خاطر الفلوس، مش محتاجه درس خصوصي عشان تفهميها يعني. مهما ادينا لها فلوس مش هتقول على حاجه، دي بني ادمه خاينه وحقيره، خانت صاحبه عمرها اللي اتربت معاها. خلاص يا بنات سيبوني بقى، انا هعرف ازاي اتصرف مع نجوان دي. انا عايزه زيتون. عينيا حاضر، هجيب لك زيتون كلاماطة يجنن. ما يعني ايه؟ كلاماطة يعني اللي كلو ماطة. تعال خدي خدي عجلة شوكولاتة. بتتحكي على اخواتك بحتتين شوكولاته بخمسه سته جنيه، وسايبه الفلوس والملايين بره، جايه تجر خيبتك وراكي. لا شفنا حاجه من اللي بره مصر ولا اللي جوه مصر. كان لازمته ايه اللي عملتيه ده كله؟ خربتي علينا كلنا وخربتي على نفسك اولنا. ليه يا بنتي بعتي الناس اللي كانوا شارييننا بالغالي؟ بعتيهم انتي بالرخيص، شردتي بنتهم الغلبانة، خليتيها يا حبة عين أمها هربانة زي المجرمين وقتالين القتلة وتجار المخدرات. ليه؟ نكدتي على أبوها عيشته وطبت أمك، قطعتي عيشها، وفي الآخر هديك غرقانة أهو. في حد واقف جنبك؟ ردي علي، في حد واقف جنبك؟ كان عليكي بإيه من ده كله؟ إيه يا ماما؟ هو انا ملياش نفسي ان انا ابقى بني ادمه زي الست هايدي ولا ايه؟ زيها في ايه؟ زيها في ايه؟ ما البنيه كانت بتعاملك زي اختها واكتر. زي اختها واكتر ازاي؟ لما كانت بتديني هدومها وجزامها القديمه؟ ولا لما كانت بترميني بقيه اكلها؟ ولا لما بنبقى قاعدين وسط صحابنا كده في الجامعه وبتعاملي على اساس ان انا بنت الشغاله بتاعتهم، وبعدين بتقعد تتاسف لي كده بتمثيل؟ انا عمري ما هنسى، وانا عمري هندم على اللي عملته فيها. يا بنتي جبت الجحود ده كله منين؟ جحود ايه يا وليه خرفانه انت؟ بنتك عارفه مصلحتها كويس وراشقه فيها، بس هي طالعه فقريه زيك ما بتكملش للاخر. وكمان انا مش غلطانه معاها في حكايه مروان، هي اللي مش ماليه عيني من ساعه ما كانوا مخطوبين وهو بيقول لي ان انا احلى منها. انت عارفه هما كانوا بيرقصوا مع بعض، عيني ما نزلتش من عليا، ومن ساعه ما رجعوا من شهر العسل وهو بيكلمني وبيخرج معايا اكتر ما بيخرج معاها. ايه يا ماما؟ انا بني ادمه وحبيته، ما انا طول الوقت متعوده باخد الحاجه اللي الست هايدي استعملتها، جت على مروان يعني؟ انت تقدم لك الدكتور ناك
هو بسم الله ما شاء الله احسن مليون مره من سمارة وان زفت ده. نادر ده مش مغري بالنسبه لي، ما هو كان قدام الست هايدي وما بصتلوش، بس مروان بقى خلص لي كل اللي عملته فيا وحرق دمها وحرق قلبها زي ما حرقت قلبي ودمي بفلوسها وبتصرفاتها، ومخلياني طول الوقت انا ببص عليها زي المحرومين. انا على فكره مش زعلانه ولا عمري حزعل على اللي عملته فيها. يا بنتي يا جمالات تعالي يا بنت غيري لي يا اختي بتاع، انا عايزه غنوه فيها رقص. عايزه ايه؟ عايزه تسمعي ايه؟ عايزه حاجه فيها رقص. هاتي 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 حطي فريد الأطرش. فريد الأطرش فيها رقص؟ ثواني ثواني اسمعي دي حلوه. لا انا عايزه اركب الحنطور. حاضر حاضر استني واتحنطر اهو واركبوا الحنطور. امسكي البلبل يخبط. واتحنطر واتحنطر واركب الحنطور واتحنطر. مساء الخير. مساء النور. ممكن ادخل؟ اركب الحنطور. مفيش حد في البيت غير انا وسندس. انا مش هقعد كتير، دقيقه واحده هقول لك على حاجه وامشي على طول. طب اتفضل اتفضل. واركب الحنطور واتحنطر. ازيك يا حاجه؟ مساء النور يا اخويا. انت مين؟ ده علاء يا سندس. علاء تشرب ايه؟ لا ولا حاجه، انا عاوز اقولك اني مكثف البحث قوي اليومين دول عشان نوصل للناس اللي حرقوا لك المحل. ميرسي متشكره قوي. مش عارفه اقول لك ايه. ما تقوليش حاجه، هو بصراحه انا اللي عاوز اقولك ايه. انا فكرت كتير ولقيت ان كل الحاجات اللي انت بتعمليها مش لايقه عليكي، يعني المكان هنا والحاره حتى محل اللانجيري اللي انت فاتحاه، حاسس كده ان كل الحاجات دي مش بتاعتك. بس انا كويسه ما اشتكتش من حاجه يعني، والمكان هنا كويس ماشي الحال والناس طيبين وبيحبوني. لازم كمان تلاقي واحد يحبك وتحبيه وتعيشي معاه بطريقه طبيعيه. انت صغيره وجميله، التجربه اللي انت مريتي بيها اكيد يعني مش احسن حاجه هتحصل لك. انت عايز تقول ايه يا علاء؟ انا بحبك وجاي النهارده عشان اطلب ايدك بشكل رسمي. تقبلي تكوني مراتي؟ صباح الخير يا ابله هاجر، وحشاني. خير. ايه اللي خير يا ابله؟ ايه الوش الخشب اللي على الصبح دوت؟ انا عايز اكشف كشف مستعجل عند حضرتك. كشف؟ كشف ايه بقى ان شاء الله؟ كشف كشف على قلبي يا ابله. قلبي بيوجعني يا ابله. بعد الساعه 12 يروح قايم لوحده كده بالليل ويغني، الا قوم بالصبح الا قوم بالليل، الا قوم بالصبح الا قوم بالليل. من الاخر يا ابله كده عايزك تقيسهولي ب 800، تشوفي لي درجه حراره الحب بتاعتك وصلت لغايه فين. تعبان يا ابله تعبان. لا يا سوكا ما ينفعش، وبعدين احنا متفقين ان مفيش ولا مقابلات ولا تليفونات لحد ما تقابل فواز اخويا. وماله يا ابله، نتقابل ونتفق على كل حاجه يا ابله. انا عامل لك مفاجاه تخص مستقبلنا، بس يا ابله مش هينفع كلام في التليفون، نتقابل بره ربنا يخليك. ماشي يا سوكا، بس هي مره واحده بس. عينيا الاثنين وان فورس اجيل، ثانيه واحده اتحزم واجيلك اروح البس. خلاص هستناك بكره في المستشفى. هقابله بكره التتا وبعد بكره التتا، هقابله بكره التتا وبعد بكره. يا لهوي يا امال احمد احمد. خلاص بطلت سهوكه وحسوكه يا اخويا وقله ادب وتجرمها في التليفونات. احمد بقى كده اهوت واسمعني، عايزين نشوف مستقبلنا. ايوه ولا الوقت احنا فيه ثلاث افراح عربينه معايا اهو. فين العربون؟ ما هي الحمد لله. فين؟ طب معايا في الحفظ والسنة. ما تخافش عليهم يا ولا، محافظه لك على فلوسك يا ولا، ما تخافش. ماشي. وبعدين الفرحين اللي فاضلين هتكلمهم علشان يجوا يعربينه معايا انا برضه. ما تخافش على فلوسك، فلوسك معايا. بقول لك ياما، بقول لك ياما. نعم. ما كده ما رضيش ربنا. الصبح كبده ياما وليل افراح. لا ياما انا عايزه اتوب يا ربنا، توب عليا ياما بالكبده دي ياما. يا ولا يا ولا، البحر يحب الزيادة يا ولا. بقول لك ايه، اصطبر عليا بس كده يومين على ما ادبر لك حد يجي يقف على عربية الكبدة، وهو نبقى نقسم معاه. بس بشرط ياما إيه؟ العربون ده يفضل معايا. يا ولا لا يا ولا لا لا. اعمل لي شندوتشين يا ابني يا اختي. قولي صباح ولا مسا ولا اي حاجة كده ولا كده يا اختي. بقول لك يا ام سوك، انزلي من على ودان، انا مش فقال. هاتلي سلم يا ولا عشان انزل من على ودانها يا اخوك. الدنيا حلوة بتغني اهي، والدنيا ربيع والجو عبد السميع، احلى سندوتشين لاحلى كوريا. تغني معاك انت سوكا، معانا بتنوح. اعوذ بالله على قفله اليوم يا اخويا. ليه كفر للشر بس؟ محروقه سوكا، محروقه قوي. مش ههدى ولا ترتاح لي جدا لما اعرف مين اللي حرق محل البت جمالات دي. قاعده عندي وفي حمايه، يعني ايه يعني؟ هفي انا ولا كرودي عشان تتعلم عليا قدام خليه ربنا كلها كده؟ يا اختي احمدي ربنا،
احمدي ربنا ان ربنا ولع فيه بجاز اسود على دماغها. هو احنا كنا ناقصين شخلعه ومرقعه ومسخره قريبتك دي؟ يا اسطى العيال دي مش من هنا، العيال دي غرب، ما ينفعش حد يخش غريب حارة كوريا. ماشي يا فرحه امي يا سوك، برضك عايز اعرف هيكونوا مين يعني؟ مين اللي زقهم؟ مين اللي وزوهم؟ نفسي. صباح الخير على الغير. صباح الخير يا عم. طيب اخلع انا بقى يا سوك، بقت الباقي بعدين. بقول لك يا اسطى عيب يا اسطى، يعني بعد رزلت امبارح وبرضه ما بتردش الصباح، انا مستحملك لانك حبيبه صديقي. مين؟ انا ابو طالب. طالب خش خش في جوه. طيب طيب اهلا وسهلا. سلام عليكم. خطوه عزيزه بهوات. الله الله الله، انت ايه كنت نايم ولا ايه؟ لا ابدا، نايم ايه، انا بس كنت مريح الشزلون شويه. يا عم بقى تلاقيك سهران طول الليل مع نجوان، ما وحشتك بقى. نجوان؟ نجوان مين وسهران فين؟ ما سعادتك عارف ان نجوان بره مصر. انت هتستعبط يا جدع انت، ما نجوان رجعت وكلنا عارفين. لا بقول لك ايه، لم نفسك لعلقك على باب البيت تحت. اهدى مال يا حاج ابو نجوان، الباشمهندس طارق ما يقصدش، احنا جايين بس علشان نقابل الست نجوان ناخد منيها كلمتين ونتوكل على الله، ويا دار ما دخلك شر. بسيطة، الباشا يديني ال5 مليون لحلوح اللي اتفقنا عليهم، وانا اديكوا الورقة اللي فيها علوان نجوان في اليونان، وتروحوا تسألوها زي ما انتوا عايزين. لحلوح ايه واليوناني وكلام فارغ بتاع كده؟ انا عارف مكان نجوان وهقوم اجيبها. اقعد هنا، البيوت لها حرمة. لو هوبت جوه هكسر رجلك. عيب يا راجل، احنا ضيوفك، ما قبوله تعمل معانا كده. طب اتفضلوا على الله من هنا بقى، لحسن اصور فيها قتيل اللي لا. انت اتجننت ولا ايه؟ يهبت منك جن لما يلخبطك. عيب يا باشمهندس. يلا السلام عليكم، نتوكل على الله. يلا توكل على الله. عيب. السلام عليكم. مع السلامه. مع السلامه يا سيدي. السلام. اتفضل. حاضر. انا محترمك قدامهم عشان فيك شبه كبير من امي. بالسلامه. عرفوا منين انك هنا؟ وانا ايش عرفني؟ يمكن عن طريق المطار او عن طريق اي حد من معارفهم ما هم واصلين. بس انا كده مش هينفع ان انا اقعد هنا كتير. هتروحي فين؟ انا معايا شويه فلوس، اروح اخد شقه مفروشه ولا اوضه في لوكاندا، اي حاجه بقى. هو انت معاكي فلوس؟ اخوكي اشفر ما بقتش قادر ادفع اجره البنسيون، ويرضيك انت بقى الست صاحبه البنسيون تقول لي الصراحه راح يا تعتع وانت ما بتدفعش؟ ده حتى ممكن تتفهم غلط. طب والعمل؟ هرجع اقعد عندك من تاني؟ ولا حتى دي تنفع، العيال وهدان ونس بيجوا يبيتوا عندي، ودي عيال كلاب، لما بنضرب حجرين ثلاثة سوا بيبصوا لنا بصات مش مظبوطة، ما بالك بقى لو انت بايتة معانا. طب هعمل ايه بس؟ ده انا لو رجعت لسلومة هيقطعني حتت. وانت ايه اللي رجعك لسلومة؟ انت خلاص ما بقاش في بينك وبينه أي حاجة، مش من حقك أصلا ترجعي له. قفلتها في وشي يا طاعون؟ خلاص هأرمي نفسي في النيل ده عشان أرتاح وأريحك. يا ست الناس أنا مش تعبان، أنا بس قلبي وكلني عليكي، أنت ست محترمة ومش حمل البهدلة. والنعمة. طب هنعمل إيه؟ تاهت وبعتنا وراها عيال يجيبوها والحمد لله لقيناها، أنت تشتغلي. أشتغل؟ وهو نعرف أشتغل حاجة؟ تعرفي، إلا تعرفي، أنت يا ست نوال مش عارفة قيمة نفسك ولا إيه؟ طب بس أنت سيبيلي نفسك، وإن ما كنتش أدخلك العرب جود تالنت ما بقاش أنا تعوض. أنتوا إيه تهرجوا؟ صح؟ نهارك ازاي يا سعاده البيه؟ احنا جايبين لك معلومات مهمه لقضيه هايدي اللي حضرتك ماسكها. حضرتك بنتك هي اللي مطلوبه وهربانه، وجايه تقول ان في واحده ما عليهاش اي حاجه وصلت مصر وعايزنا نروح احقق معاها. هو سعادتك لمؤاخذه مهمتك في الحياه انك تقبض على هايدي ولا تحقق العداله وترجع الفلوس المتهربه؟ يا سربيه احنا جايين نقدم لك خدمه، مش عاجباك تقول لنا شكرا، عاجباك تقول لنا برضه شكرا، عشان احنا بنساعد البوليس. شكرا. اتفضلوا. احنا عارفين شغلنا كويس وعارفين مين دخل مصر ومين خرج بره مصر، ومفيش حاجه بتعدي علينا، وهيدي هتتجاب يعني هتتجاب، فلو بتحبوها قولوا لها احسن تسلم نفسها عشان ده هيحسن موقفها في القضيه. شرفتونا. خد جرب. ما تجربي انت تفوقي وتعيشي زي البنات. مين دي؟ مره واحده مش تخسر حاجه. قلت لك ماليش في الحاجات دي. يلا بينا بقى، انا زهقت من قعده البيت. انت مش عايز تبقى مبسوط؟ ده هيخليك مبسوط. ايه ده يا مجنونه؟ يعني انا الحق عليا ان انا عايزه ابسطك؟ تبسطي ايه وزفت ايه؟ فوقي بقى لنفسك، اصحي كده مش هينفع. ما
نعم يا اختي، طلبك للجواز؟ سبحان الله، دنيا غريبة يا ست هايدي. شوفي طول عمرك بتهربي من البوليس ومن الشرطة ومن الضباط، وفي الآخر ضابط يجي الكلب يتجوزك يعني. يا بنت تتجوزيه؟ أنا هجوزك اسم النبي حسه سعد ابني، طول بعرض قمر 14 وبيحب البيض. يا خالتي يا أي هيصة، استني ونبي دلوقتي عايز أفهم. انت رديتي وقلتي له يا ست جولي تحفين؟ هقول له ايه يعني؟ قلت له سيبني افكر. يا نهارك اللي شبهك تفكري؟ ده انت كده ممكن تودينا كلنا في 60 داهيه. لا بقول لك يا خال، انا لغايه كده وما اعرفهاش، انا كده شلت كتير. نعرفها نعرفها. البنت دي اوفر اوفر، ما فيش فايده. لا يا حبيبتي مش هتجوزه اكيد، بس ما ينفعش اقول له لا كده مره واحده عشان ما يشكش. مش حضرتك اللي قعدتي تقولي لي ما تهربيش منه عشان ما تخليهوش يشك وتدخلي عليه كده بصدرك وكل الهبل اللي انت بتقوليه ده؟ شايفه وسامعه الكلام الزين؟ ما شاء الله عليك يا ست هايدي. هو ظابط صح؟ عرف اللي يقرفك. صح صح. اتفضلي سلدس جلتك. على ماما يا جولي. ليه؟ لو انا مش عارفه انا بكلم مين؟ بقول لك ايه، الحلوه النواعم مايله للواد وعينها منه، لولاش بس الظروف اللي هي فيها دي كان زمان قالت خدني في حنانك خدني. اه وافرضي يعني انت مالك؟ هو انا يعني مش من حق احب واتحب بعد كل اللي انا شفته؟ بعدين الراجل مش عايز مني اي حاجه وعايز يقف جنبي باي شكل، مع انه ولا يعرف انا مين ولا اصلي مين. سامع يا كوريا؟ شايف التفكير الزين لازم تاخده بالسياسه وبالفقاقه. وبعدين كويس، ماله الظابط؟ ظابط ومال هدومه؟ كويس انه ظابط وهيتجوز واحده اسمها جمالات. شكري. مبروك. خش يا ست الكل، يا ستهم يا عسليه العسليه. مثل فل. الله الله، ايه يا طاعون ايه التاخير ده كله؟ معلش يا داره، كنت عايز اوضبها كما يليك بالمكان، فعدينا على انزران وجبتها على طول. ماشي، فانت بقى الشغل. عيب عليك، انا لخصت لها كل قواعد المجد في بيت شعر، تحب تسمعه؟ نسمع يا طاعون وماله. قولوا للي اكل الحرام اوكي، بكره اللي كلوه يهدمه عادي. الله يقطعك يا طاعون. بس على فكره اسم نوال ده بقى مش عاجبني خالص، معرفش مش حاسه قديم قوي ستينات كده. انت ممكن ينفعك اسم ناني. الله على ذوقك، احلى بكتير. ها بص بقى يا ناني، عايزك يا حبيبتي تقفلي عداد الدلع عندك على الاخر. الزباين هنا بتيجي تكوع دم قلبها عشان تشتري الانبساط. الانبساط ده بقى احنا اللي بنبيعه لهم يا ناني. ماشي يا ناني؟ ماشي يا اداره، هي بس متوتره شويه، اكمنها في مرحله اخيره نتجرأ، بس هتفك واحده واحده ما تقلقش. على فكره الغنوه اللي شغاله دي هي اللي مكسره الدنيا وواكله مع الناس قوي. ما تعرفش بتاعت مين دي يا طاعون؟ لا سامحني يا اداره، انا ما بسمعش الاغاني الهابطه دي، بحب ماجده الرومي. طب تعالى هوب عشان عايز اقول لك على حاجه. عينيا. شايف الزميل الحاتي اللي قاعد هناك لوحده ده؟ خدها هدفع عليه. ها وخلي عينك عليه من بعيد لبعيد كده. ها مش عايزين رسالة على الزباين. عيون تعطى. يلا يا تعطى. يلا يا قطة الناس. يلا حبيبي. وانا اللي فاكراك راجل اتاريك الا ما فيك واحد عادي. ايه ده ايه ده ايه ده جرأة يا بت؟ انت كنت فاكراني هاني سلامه ولا ايه؟ وجو حب وكده؟ يعني انا منيمك في فرشتي ولم امسك وبوضبك وجايب لك شغل، تفتكري ليه؟ عشان تحترفي في نادي الاولمبي مثلا؟ بقول لك يا بت صحصحي كده وفوقي عشان احنا داخلين على مرحله عسل. ها؟ يلا. ما قلتلوش ليه ان الغنوه دي بتاعت الواد سوكا؟ عشان انا بحب ايمان البحر. خلاص يلا بقى اقعدي. مساء العسل. وده ايه ده ان شاء الله؟ اقعدي بس، ما هو اصلا مش شايفه. ستير الزوايا الحسنه، شغلك معاك تأمرني؟ ها؟ ايه؟ هيمة. ايه يا هيمة؟ بجد والله مبسوط. مالك يا هيمة؟ ايه اللي انت بتنيله ده؟ انت جايبك تشتغل معانا طاعون. بقول لك يا هيمة، ما تنساش ان انا اللي جايبك تشتغل في المكان ده. ودلوقتي ناني بقت حرمتنا، احنا اصحاب. بس البيزنس ما فيهوش شفقة يا صاحبي. بقول لك يا كبداجي، لا مؤاخذة بقى، لو عايز تسترجل روح استرجل على سوكا اللي واخد محل الكبدة بتاعك ورايح جاي مع كوريا. خلاص؟ رايح جاي مع كوريا، اللي انت بتقوله ده طاعون. زي ما بقول لك كده، انا قلت لك وانت حر نفسك. يلا شوف شغلك. انت يا ولد. ايوه يا باشا. شوف لي هنا بتشرب ايه؟ بتشرب ايه يا هاني؟ هات لي ازازه بيره مشبعه. اموري. وده ايه ده ان شاء الله؟ Where am I? You are in the hospital. Thanks God you are alive. Thank you.
اخر مره يا سوكا. عايز اللي ايه؟ مني مبهدلني اسيادنا ردين عليك يا عسل. قول عايز ايه. خلاص مفيش سوكا، سوكا القديم راح، في سوكا جديد، سوكا المستقبل، وانت المستقبل يا ابله. يعني خلاص نويت؟ نويت والنية على الله يا ابله. انا من ساعه ما عرفتك يا ابله والخير عمال يخر على دماغي على دماغي. طب حددت ميعاد معين؟ قريب قريب، بس الاستاذ حاتم كده يشد حيله واعمل قد خمس او ست حتت كده عشان ربنا يكرمني. استاذ حاتم مين؟ انت ما تعرفي ده الاستاذ حاتم ده احسن شاعر في مصر. الوحي يجيله يروح متصل بيا اخد كام وحي كده، يعني قد خمس ست وحيات كده. هو انت بتتكلم على ايه بالظبط؟ النبي بالهديه يا ابله. ايه دي؟ دي الاغنيه بتاعتي اللي مكسره التكاتك كلها، وان شاء الله على طلعه رجب هنزل بالستايات تقيله ان شاء الله. بس كده؟ بس كده، امال ايه يعني كده؟ يعني انت مكلمني وعايز تقابلني عشان كده؟ لا ابله انا فرحان، فقلت اجي افرحك معايا يعني، وبصراحه انا عامل لك الاغنيه دي خصيصا عشانك يا ابله. ما تتصلش بيا تاني يا سوك. وانا عملت لك ايه يا ابله؟ بقول لك ما تتصلش بيا تاني. خد يا ابله بس، زعلانه من ايه؟ ابعد عني بقى ومالكش دعوه بيا. ازيك يا سوك؟ اهلا كبداكي. من بعيد بس عشان رايح الشغل والريحه. ماشي يا كبير، وحشتني. بلاش نقعد مع بعض يعني زي زمان. طب والنبي عامل لي رغيفين عشان الح بطني من الصبح. تأمرنا كبداكي. العربيه عربيتك ولا عايز اخدها تحت امرك يعني. انت بتظبط مع كوريا ياد؟ مظبط. يعني ايه لا مؤاخذه مظبط؟ يعني في بينكم لغايه وحاجات كده. لغايه؟ يا نهار ازرق ابراهيم، في حد يبص لاخته يا جدع؟ ده لو اخر واحد على الارض يا جدع عمري ما ببص لها. اللي يبص لاخته يبقى ابن حرام. على فكره بقى اللي عيب لك في دماغك شكله ما بيحبكش. ايه ده؟ استنى، مين دي؟ بقول لك ايه، دي تشبه جمالها تقريبه كوريا. هروب سيدة الأعمال هايدي أبو طالب وزوجها الإعلامي مروان أبو عرب بعد استيلاهما على 50 مليون دولار.